Your Excellency, أصحاب الفخامة، صاحب الفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، Your Excellency, صاحب الفخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا، صاحب الفخامة أبي أحمد رئيس وزراء الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا، صاحب الفخامة فاوسن أرتشينغ أورديرا رئيس جمهورية وسط أفريقيا، صاحب الفخامة السيد محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، صاحب الفخامة الرئيس محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي بليبيا، صاحب الفخامة موسى الفقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، صاحب الفخامة جنرال احمد ابو الغيظ السيد احمد ابو الغيظ سكرتير جنرال الامين العام لجامعة الدول العربية، الوزراء الأجانب السيدات والسادة السفراء وأعضاء المجتمع الدبلوماسي الضيوف الكرام، دعوني أبدأ كلمتي بالتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتنظيم هذه القمة. ونحن نجتمع هنا اليوم لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في السودان. دعوني أيضا سلط الضوء على أن هذه القمة جاءت في وقت حرج لنا جميعا، فالدول الجوار للسودان وتعطينا هذه القمة فرصة لتباحث الأمر والوضع في السودان، لإنهاء الوضع والأزمة السودانية تعمل منظمة الإيجاد على ذلك وكذلك الاتحاد الأفريقي. السيدات والسادة، هذه القمة ليس بشيء جديد، ولكنها لدول الجوار السوداني لإنهاء الصراع في السودان داخل السودان، وأيضا التأثيرات التي تؤثر على دول الجوار. فهذا الصراع اندلع في 15 من شهر إبريل في 2023 بين العديد من الأطراف، وأنا شخصيا أطلب منهم وقف إطلاق نار فوري. أطالب بذلك لأنني أعرف بأن حال الحرب سيكون له تداعيات على الوضع الأمني في السودان، وأيضا سيكون للحرب تداعيات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي على دول الجوار أيضا. أيها السادة،
The steps taken by different parties. إن الخطوات التي تأخذها العديد من يأخذها العديد من الأطراف المعنية بالأمر. The conflict in the Sudan have not achieved a sustainable ceasefire. يجب أن نصل إلى وقف إطلاق نار مستدام. And we are seeing distressing images. ونحن نشهد أوضاع حرجة من حيث الصحة ونرى الدمار يؤثر على جميع المناحي في السودان. ولذلك تركز دولة جنوب السودان على إيجاد حلول لهذه الأزمة السودانية القائمة. ونرى أن دول الجوار والمنطقة بأكملها يجب أن يجتمعوا ويجدوا حلاً لهذه المشكلات. أيها السادة، the priority we place إن الأولوية بالنسبة لنا هي إيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية وألا complementary initiatives. وأن تكون هذه المبادرات مبادرات ناجحة. ونؤكد على أهمية معرفة سياق الصراع. Our experience on the Sudanese conflict. فخبرتنا مع الصراع السوداني تضعنا في موضع أننا يمكننا إيجاد الحلول. فالوساطة هيئة الإيجاد التي حضرناها وقمتنا هنا اليوم وأي مبادرة أخرى يجب أن تسعى إلى بذل الجهود للوصول إلى حل سلمي للصراع في السودان. ويجب علينا جميعا السعي نحو فهم سياق الأزمة السودانية والتاريخ السوداني عند مناقشة وبحث سبل لإنهاء الحرب. والأكثر أهمية ألا نستخدم الكثير من الصفقات اللي في مسعانا إلى إيجاد الحلول والسلام لدولة السودان، وأن نضع مصلحة الشعب السوداني أولاً. فلا يجب تجاهل صوت الشعب السوداني عند بحث سبل لإنهاء هذا الصراع بشكل مستدام. ولذلك أطالب بتوسيع نطاق مبادرة الإيجاد لتضمين ممثلين عن الشعب السوداني ودول الجوار السوداني الذين أيضا يعانون من آثار الأزمة الإنسانية التي ولدها الصراع. Your Excellencies, حضرات السادة، our discussion here إن مباحثاتنا هنا لا يمكن أن تكتمل دون الحديث عن الوضع الإنساني. فجميع البلدان الممثلة هنا
قد واجهت تدفق عظيم من اللاجئين، وهذا التدفق يضغط على الموارد الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات في دول الجوار. ولذلك أود أن أستغل هذه الفرصة وأدعو المجتمع الدولي للاستجابة لهذه الأزمة عن طريق إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية. وختاما أود أن أسلط الضوء على أن محاولتنا لإيجاد سبل لحل هذا الصراع يجب أن تستهدف تحقيق ما يلي. أولاً، وقف إطلاق نار مستدام. ثانياً، إيقاف أشكال العداء بشكل مستدام وإيصال المساعدات الإنسانية. ورابعاً، وضع إطار عمل لبحث تسوية سلمية وسياسية. وخامساً، احترام وصيانة سيادة الشعب السوداني وسلامة أراضيه. ومجدداً أود أن أتوجه بالشكر للرئيس السيسي لتنظيم هذه القمة ولحسن الضيافة والترحيب الذي تلقيناه. وكذلك أود أن أشكر المنظمين لهذه القمة الموقرة لهذا عمل جيد. أشكركم جميعا. أشكر فخامة الرئيس سيلفا كير على كلماته.